الحقيقه كمان في الفتره الاخيره او في خلينا نتكلم من امبارح، من امبارح لا حديث يعلو غير عن حديث رحيل نجمنا الكبير محمد صلاح بعد مباراة النهاردة إن شاء الله اللي هتقام تقريبا كمان ساعتين أو ثلاثة من دلوقتي، هيغادر لاستكمال علاجه في إنجلترا. الحقيقة الخبر دوت يعني كلنا اتكلمنا عليه وكلنا كان بالنسبة لنا مفاجأة كبيرة جدا جدا، هو انتقال محمد صلاح يعني استكمال علاجه في إنجلترا. الدنيا الحقيقة قامت وما قعدتش، وكان كل الناس كانت منتقدة هذا الخبر، وأنا من الناس اللي انتقدوا هذا الخبر ومنتقد توقيت الخبر نفسه. طيب خلينا نتكلم على شوية حاجات الحقيقة مهمة جدا جدا في هذا الملف، مش على مستوى محمد صلاح بس كنجم كبير، نجم عالمي من أفضل اللاعبين على مستوى العالم ونجم منتخب مصر، مش عنه بس، لكن هنتكلم على مثلث أضلاعه الثلاثة. بنتكلم على نادي ليفربول، وبنتكلم على اتحاد الكورة، وبنتكلم على اللاعب. الحقيقة الطبيعي جدا جدا اللي بيحصل في كل العالم. إيه اللي بيحصل في كل العالم لما بيحصل إصابة لنجم؟ أول حاجة الإصابة يعني حصلت في نهاية الشوط الأولاني في مباراة، أعتقد كانت في مباراة غانا. والطبيعي اللي بيحصل بعد المباراة بيكون في تواصل مباشر، زي ما بقول لحضراتكم هو مثلث ثلاث أضلاع، الضلع الأولاني طبعا اتحاد الكورة، الضلع الثاني النادي، الضلع الثالث هو اللاعب. الضلع الأولاني اللاعب جات له إصابة وتم تشخيص الإصابة إنها شد في العضلة الخلفية. أكيد بالتأكيد اللي بيحصل إن على طول أول ما حصل إصابة أكيد كان في اتصال مباشر ما بين الجهاز الطبي لفريق ليفربول وجهازنا الطبي في المنتخب، ده شيء أكيد وتم بشكل مباشر. ويمكن الجزء المهم في الموضوع دوت هي عملية تشخيص الإصابة. تشخيص الإصابة خلي بالكم برضو ما بتبقاش في ساعتها، يعني ما بتبقاش التشخيص اللعيب بيخرج بعرف عنده إيه بالظبط، بتاخد شوية وقت علشان يتم بالظبط تفصيل أو شرح الإصابة بشكل كبير. ده على مستوى الجهاز الطبي اللي قام بيه، عندنا جهاز طبي في المنتخب الحقيقة على أعلى مستوى، سواء على مستوى التقني على مستوى الأفراد كلهم يعني ذو كفاءة كبيرة جدا جدا. الجزء الثالث اللي بتكلم عليه هو رد فعل فريق ليفربول. الطبيعي لما بيحصل حاجة زي كده بيقولوا ابعتوا لنا التقرير أو ابعت لنا الحالة والتشخيص. الكلام ده بيحصل ما بين الجهازين الطبي للمنتخب والنادي. في حالات كتيرة جدا جدا ليفربول ممكن جدا يبعت يعني طاقم طبي علشان يطمن على اللاعب في مكان تواجده وياخد تقرير مفصل بحالة اللعيب، وبينقل دوت للإدارة الفنية اللي بتتخذ قرار إذا كان ممكن اللاعب يكمل مع منتخبه أو من الأفضل يرجع لناديه. كل ده أنا ما بذكرش أسماء، ده الشكل الطبيعي اللي بيحصل. الحقيقة اللي حصل يعني حصل حاجات مختلفة تماما. أولا إحنا لغاية دلوقتي ما نعرفش هي إيه الإصابة الحقيقية لمحمد صلاح، لسه لغاية دلوقتي بيقول لك لا إصابة شد، لا ده مزق، لا ده شد. لغاية دلوقتي ما فيش قرار واضح أو يعني حاجة خارجة من الاتحاد المصري لكرة القدم بيقول إن محمد صلاح كانت إصابته 1 2 3، ده لغاية دلوقتي ما حصلش. الجزء الثاني لو حتى في اتفاق ما بين إدارة الاتحاد أو اتحاد الكورة مع ليفربول بعودة اللاعب، أظن كان من الطبيعي جدا إن ده يحصل من خلال التنسيق ما بين اتحاد الكورة وليفربول. اتحاد الكورة اتحط في زنقة وفي موقف صعب جدا، إن يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي قبل إعلان اتحاد الكورة بيانه بانتقال محمد صلاح أو سفره لإنجلترا، الراجل طلع يورجن كلوب قال لك محمد صلاح هيكون موجود وهيرجع لاستكمال علاجه، وده حط الحقيقة اتحاد الكورة في موقف صعب جدا، وبالتالي اضطر اتحاد الكورة بعديها بساعتين أو ثلاثة يطلع البيان اللي حضراتكم شفتوه. الجزء الثالث والأخير جزئية اللاعب، من حق اللاعب، ما يقدرش أي نادي في العالم يجبر اللاعب، ده طبعا القرار أو اللي طلع من اتحاد الكورة ان هو محمد صلاح هيسافر انجلترا بعد مباراة النهاردة ان شاء الله امام كاب فيردي. التصريح ده او البيان ده ظهر تقريبا بعد ساعتين من البيان او من خلال المؤتمر الصحفي اللي كان قاله يورجن كلوب. هنيجي للضلع الثالث، هو اللاعب. اللاعب من حقه يقول لك انا لا، انا ممكن جدا اتواجد، ممكن جدا انا هعمل كل مجهودي ان انا متواجد مع منتخب بلدي وهكون موجود لنهاية المشوار وهكمل مشوار العلاجي هنا في المنتخب،
او هيقول خلاص تمام انا ممكن جدا من الافضل ليا ومن الافضل كمان من وجهه نظره من الافضل اللي المنتخب ان انا اروح اتعالج واتعالج ممكن يكون الوتيره اسرع شويه واجي الحق يعني الادوار النهائيه. الحقيقه انا شايف من وجهه نظر الشخصيه ان ده قرار اعتقد قرار يمكن لم يوفق فيه محمد صلاح على المستوى الشخصي لسه اتحاد الكوره طبعا ليفربول هو بيعمل لمصلحته الراجل عايز محمد صلاح يتعالج عنده علشان عنده مباريات كثيره جدا جدا عايز يطمن على اللعيب بتاعه انتوا عارفين اللعيب قيمه كبيره جدا اسد كبير فلوس كثيره جدا بتدفع له وبالتالي ليفربول بيقوم باقصى مجهوده عشان يحافظ على اللعيب ويتواجد معه في انجلترا. الاتحاد المصري علامات استفهام على زي ما بقول لحضراتكم التنسيق ما بين ليفربول وما بينه عمليه ان لغايه دلوقتي ما كانش فيه شفافيه او ما كانش فيه حاجه واضحه هي اصابه محمد صلاح وهتاخد قد ايه يعني لو اتحاد الكوره بعدها بيومين او بعدها بيوم قالك اصابه محمد صلاح اصابه عنده شد هتحتاج 14 يوم ومن الافضل لمحمد صلاح والمنتخب ان يتم علاجه في انجلترا. تخيل لو الموقف ده حصل من اتحاد الكوره البيان ده طلع مفيش 24 ساعة أو 48 ساعة بعد إصابة محمد صلاح، أعتقد كانت الأمور هتتغير بشكل كبير. ده جزئية اتحاد الكورة. جزئية صلاح زي ما بقول لحضراتكم يعني أنا لو مكانه أو أي حد مكانه أعتقد كان ممكن يقول لا يعني أنا هكمل علاجي هنا، أنا عندي ثقة في الجهاز الطبي هنا موجود وكل الثقة موجودة في الجهاز الطبي للمنتخب، لكن وجوده كان مهم جدا جدا في الفترات ديت مع منتخب مصر وخاصة إن إحنا بنمر بأزمة على مستوى حتى الصعود لدور الـ16.